بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد عن الفريق الوحيد يظل في تونس اللي ملعب 46 لاعب نادي رياضي البزرتي سنين باش تقعد بيها وبرشا فنيين باش يقعدوا باتين 46 لاعب سنين لعبوا في النادي رياضي البزرتي دول مابقى حتى حد ما لعبش في بنزرت ملي جان في كل شيء. اليوم حاولنا نشاركوا اللاعبين اللي مازالوا عندنا برشا اصابات عندنا برشا لاعبين ما تدربوش دونك حاولنا مكتار ديما لي جون يبداو بلو موتيفي اكثر من الملاعبيه الاخرين الموسم وفي عنده معناتها براتيكمون الملاعبيه عندنا اسبوعين. نحب معناتها نشكر نادي رياضي البزرتي الثقه اللي عطاوها لي نحب نشكر جماهير نادي رياضي البزرتي نحب نشكر الرؤساء اللي خدمت معاهم في نادي رياضي البزرتي مهدي من غربية عبد السلام سعيداني أمير وفي الموسم نتاعي وكملت من نادي رياضي البزرتي ونتمنى لهم كل خير للسنة الجاية نتمنيش مواصل. والاختيار هذا علاش الأجواء كل خدمة التونسية اختيار شخصي أم عروض خارجي بشكل باج بتاع نادي رياضي البزرتي يخدموا توا على شكون لونترونور جديد مش على الحدوث باش ينحيوه يعني المشكل هو اجواء كرة قدم تونسية اجواء كرة قدم تونسية كما العاد معناتها نتصور توا لي باج باش يرتاحوا الليلة هذيا في بنزرت ويحضروا لونترونور جديد يبداو ينبروا شكون باش يجيبوا لونترونور جديد لونترونور راك خرج على روحه ما عندك حتى مشكل فرحان شيخ وصديقي سمير وربي يوفقوا سمير في الموسم الجاي كلمة لجماهير نادي رياضي البزرتي حاولوا حافظوا على الرئيس هذايا خاطر الوحدة الأخرانية في نادي رياضي البزرتي حاولوا حافظوا عليه عنده أن بون بروجي عنده معناتها الإنفراستركتور قاعد يحضر فيها الإدارة جديدة بوتيك جديدة نتاع نادي رياضي البزرتي في تيتر بدوز باش تحل عدة أشياء إن شاء الله ربي يوفقهم أحوج المسؤولين هذاك أكيد إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله أتمنى كل خير نادي رياضي البزرتي.